السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطلبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا بكم معانا على منصة البث المباشر التابعة لوزارة التربية والتعليم. معاكم النهاردة مستر أحمد جمال فوزي، مدرس الماث، مدرسة 6 أكتوبر القومية للغات، إدارة 6 أكتوبر التعليمية بمحافظة الجيزة. النهاردة إن شاء الله نتكلم على الكونفرس أوب بصيرة. بعد ما نخلص إن شاء الله الليسون نبدأ نتعرف يعني ايه بايثاغورس سيرم، وكمان نعرف يعني ايه كونفرس اوف بايثاغورس سيرم، ونحل كمان اكسرسايز على الكونفرس اوف بايثاغورس سيرم. بيقول لي ان ا تريانجل اف ذا سم اوف ذا ارياز اوف تو سكويرز اوف اون تو سايدز ان از ايكوال تو ذا اريا اوف ذا سكوير اون ذا ثيرد سايد ذن ذا انجل اوبزيت تو ذيس سايد از ا رايت انجل. يعني ايه الكلام ده يا شباب؟ بيقول لي هنا لو انت عندك تريانجل A B C، جبت السكوير بتاع ال B C وجبت السكوير بتاع ال A B وجبت السكوير of A C، لقيت ان ال B C سكوير equal A C سكوير plus A B سكوير، ده ساعتها اقدر اقول ان ميجر انجل A equal 90 degree. نقدر نقول الثيرم بطريقة تانية، بيقول لي ان a triangle if the square of the lengths of a side equal to the sum of the squares of the lengths of the other two sides, then the angle opposite to this side is a right angle. خلي بالك معايا، لو انت عندك triangle ABC، لو ال AC ده هو ال longest side، وجبت AC square و AB square و BC square، وعملت AB square plus BC square، طلعوا ان هم not equal ال AC square، يبقى then angle B مش 90 degree. In each of the following figure, prove that measure angle B equal 90 degree. Number one, مدينا length of AB والAC والBC، عايز يعمل بروف ان measure angle B equal 90 degree. أول حاجة أجيب الAC square عبارة عن 13 square يطلع 169، وهجيب الAB square plus الBC square، ده عبارة عن 5 سكوير بلس 12 سكوير هيطلع 169. طالما الصم بتاع ال AB سكوير بلس ال BC سكوير إيكوال ال AC سكوير، يبقى then measure angle B إيكوال 90 degree. Number 2، أجيب AC سكوير هو عبارة عن 25 سكوير تطلع 625، اجيب A B سكوير بلس B C سكوير ده عبارة عن 15 سكوير بلس 20 سكوير تطلع برضو 625. طالما A B سكوير بلس B C سكوير equal A C سكوير، يبقى then measure of angle B equal 90 degree. Number 3، برضو نفس الكلام، اجيب AC square عبارة عن 30 square يطلع 900، اجيب AB square plus BC square يبقى عبارة عن 18 square plus 24 square يطلع برضه ب 900، يبقى then measure angle B equal 90 degree. Number 2، complete each of the following. Which of the following triangle is a triangle right? يقول لي complete and show which of the following triangles is a right angled A triangle. DF square. دي اف سكوير ده عبارة عن 7 سكوير 49، دي اي سكوير عبارة عن 5 سكوير بلس اي اف 6 سكوير يعني 25 بلس 36 هنا تطلع 61. يبقى هل الترانجل ده رايت؟ يبقى ذا ترانجل از نوت يا ولاد نوت رايت. ليه يا مستر نوت رايت؟ عشان
اللونجست سايد سكوير نوت ايكوال السم بتاع السكويرز بتاع تو اذر ايه سايدز. نمبر 2 ام ان سكوير عباره عن 13 سكوير، هنا هتبقى عباره عن 169 ام ال سكوير 12 سكوير بلس ان ال سكوير، هتبقى عباره عن 144 بلس 25 تطلع 169. طالما السكوير بتاع اللونج سايد قد السم بتاع السكويرز بتاع تو اذر سايد يبقى الترانجل از رايت. نمبر 3 اكس واي سكوير ايكوال روت 34 سكوير، يطلع ب 34. واي زد سكوير عباره عن 5 باور 2 اكس زد سكوير 3 باور 2 يبقى 25 بلس 9 يطلع برضو 34، يبقى the triangle is يا ولاد right. number 4 AC square 7 square 49 AB square 3 square وال BC square 5 square 9 plus 25 هنا هيدينا 34. طبعا ده 49 لكن ده 34، يبقى the triangle is not right. number 3 ABC is a right is a triangle in which AB 4.5 سنتيمتر BC 7.5 وال AC 6 سنتيمتر. prove that triangle ABC is right angled. هنا كل اللي عليا اعمله ان انا هجيب ال longest side square، اجيب ال BC square ده عبارة عن 7.5 سكوير، نحسبها مع بعض. تطلع ب 56.25. وهجيب كمان A B سكوير بلس A C سكوير يبقى عبارة عن 4.5 سكوير بلس 6 سكوير، نحسبها مع بعض. يطلع 56.25 all since ان BC سكوير equal AB سكوير بلس AC سكوير، يبقى then triangle ABC is right angled triangle. number 4 AB 7 سنتيمتر BC 24 CD 20 DA 15. prove that measure angle ADC equal 90. عايز امبروف ان الانجل دي ب 90. since ان measure angle B equal 90 degree وهم مدينا الاي بي ومدينا البي سي، يبقى اقدر اطلع لينس اوف اي سي. اقول له الاي سي ده عباره عن روت 7 سكوير بلس 24 سكوير، دي الثيرم العاديه خالص بتاعت بيثاغورس العادي. بعد كده ما اطلع الاي سي هيبقى عندي الترانجل اي دي سي، اللينس بتاع الثري سايدز موجود، هجيب السكوير بتاع كل سايد ونشوف هل ال ايكوال السم اوف سكوير اوف ذا تو اذر سايد ولا لا. ادي بروف، لازم احدد ترانجل اول ان ترانجل اي بي سي سنس ميجر انجل بي ايكوال 90 والاي بي ايكوال 7 والبي سي ايكوال 24، يبقى ذن الاي سي ده عباره عن السكوير روت 7 سكوير بلس 24 سكوير، نحسبها مع بعض ثواني، يطلع 25 سنتيمتر. بعد كده اقول له ان تريانجل اي دي سي، نجيب بقى دلوقتي الاي سي سكوير ده عباره عن 25 سكوير اللي هي ب 625، ونجيب كمان
ال A D سكوير بلس ال D C سكوير ده عبارة عن 15 سكوير بلس 20 سكوير يطلع 625. فعلا طلع نفس النمبر. أقول له since إن ال A C سكوير equal A D سكوير بلس ال D C سكوير يبقى then measure angle A D C equal 90 degree. نكمل مع بعض. Number 5. ABCD is a quadrilateral in which measure angle B 90 will AB 12 will BC 16 will CD 15 will DA 25. عايز length of AC. طيب اشتغل برضو على triangle ABC. اجيب ال AC عن طريق Pythagoras theorem. وبعد كده هروح للترانجل ADC. هيبقى عندي اللينس اوف ذا 3 سايدز. ابدا ان انا اجيب السكوير بتاع كل سايد واشوف هيطلع رايت انجل ترانجل ولا لا. ان ترانجل ABC سنس ان ميجر انجل B ب 90 وال AB 12 وال BC 16 يبقى زين ال AC equal root 12 square plus 16 square. احسبها مع بعض ثواني تطلع 20 سنتيمتر. بعد كده اقول له in triangle ACD نجيب ال AD square عبارة عن 25 square ب 625 ونجيب كمان AC سكوير بلس DC سكوير ده عبارة عن 20 سكوير بلس 15 سكوير برضه هيطلع ب 625. أقول له هنا since إن ال AD سكوير عبارة عن AC سكوير بلس DC سكوير يبقى زين measure angle ACD equal 90 degree. ABCD is a quadrilateral. Measure angle BAD 90. Measure angle ADB 30. El AB 7.5. El BC 17. El CD 8. Prove that measure angle BDC equal 90. طيب بصوا معايا يا شباب. عندي هنا triangle BAD مدينا ميجر انجل A 90 وال A B ب 7.5 ومدينا ميجر انجل A D B ب 30. خدنا قبل كده الترم الاولاني ان لو انا عندي رايت انجل ترانجل في انجل الميجر بتاعها ب 30 ديجري السايد الاوبزيت ليها يبقى هاف اللينس بتاع الهايبوتنس. طب انا مديك السايد الاوبزيت للانجل 30 ب 7.5 يبقى الهايبوتنس الدبل بتاعه يبقى ب 15 سنتي ايه متر. وبعد كده اروح شغال على ترانجل دي بي سي عندي اللينس بتاع 3 سايدز اجيب السكوير بتاع كل سايد واشوف الترانجل هيطلع رايت ولا لا. هنا ان ترانجل دي اي بي سنس ان ميجر انجل اي ايكوال 90 والاي بي ايكوال 7.5 وميجر انجل ADB 30 يبقى زين البد equal twice الاب يعني 2 multiply 7.5 يطلع 15 سنتيمتر. بعد كده اشتغل على الترانجل الثاني BDC. هنا نجيب مع بعض BC سكوير ده عبارة عن 17 سكوير. تعالوا نحسبها 289 ونجيب كمان ال CD سكوير بلس ال DB سكوير ده عبارة عن 8 سكوير بلس 15 سكوير. تعالوا نحسبها يطلع 289. اقول له هنا
سنس ان البي سي سكوير ايكوال البي دي سكوير بلس السي دي سكوير يبقى زين ميجر انجل بي دي سي ايكوال انتي ديجري. يبقى انا دلوقتي يا شباب لما تلاقي عندك كذا ترانجل كل اللي عليك تعمله ان انت هتبدا ان انت تشتغل مع ترانجل تستفاد بحاجه وبعد كده تروح رايح للترانجل الثاني وتستفاد بالحاجه اللي انت ايه عملتها دي. تعال نكمل. نمبر 7 بيقول لي ان ذا اوبزيت فيجر اي بي سي دي از ا كوادريلاترال. ادينا انجل بي ب 90، مدينا كمان الاي بي ب 9 والبي سي ب 12 السي دي ب 17. طيب مطلوب ايه منك؟ بروف ذات ان ميجر انجل دي اي سي 90، دي اي سي 90 ديجري، وكمان عايز اريا بتاع الفيجر اي بي سي دي. طيب هبدا اشتغل على الترانجل اي بي سي، عندي ميجر انجل بي 90 ومديك الاي بي والبي سي، اقدر اجيب الاي سي. بعد كده اروح على الترانجل اي دي سي، اجيب السكوير بتاع كل سايد واشوف اكبر واحد قد السكوير بتاع التو سايدز التانيه ولا لا، واثبت ان هو رايت. بعد كده عشان اجيب الاريا بتاع الفيجر اي بي سي دي هقسمها لتو ترانجلز، اجيب الاريا بتاع الترانجل اي بي سي لوحده واجيب الاريا بتاع الترانجل اي دي سي لوحده، وبعد كده اعمل لهم بلس مع بعض. تعال نشوف مساله زي دي. مساله سهله جدا وسؤال امتحان ممكن يجي لك بسهوله جدا في الامتحان. ان ترانجل اي بي سي سنس ميجر انجل بي 90 والاي بي 9 سنتيمتر والبي سي 12 سنتيمتر، يبقى زين الاي سي عباره عن السكوير روت 9 سكوير بلس 12 سكوير. تعال نحسبها مع بعض، يطلع 15 سنتيمتر. بعد كده اقول له ان ترانجل اي دي سي، هجيب الاي سي سكوير عباره عن 15 سكوير 225، واجيب الاي دي سكوير بلس الدي سي سكوير ده عبارة عن 8 سكوير بلس، هنا هنجيب مع بعض دي سي سكوير ايكوال 17 سكوير 289، واجيب اي دي سكوير بلس الـ A C سكوير عبارة عن 8 سكوير بلس 15 سكوير يطلع 289. بعد كده أقول له هنا since إن الـ D C سكوير إيكوال A D سكوير بلس الـ A C سكوير، يبقى زين ميجر انجل دي اي سي ايكوال 90 ديجري. طيب بعد كده هقول له هنا اريا اوف ترانجل اي بي سي ايكوال هاف باي بيس باي هايت، يبقى هاف باي 12 باي 9 تطلع ب 54 سنتيمتر سكوير. Area of triangle ADC برضو half by هنا البيز والهايت البيز 8 والهايت 15 تطلع 60 سنتيمتر سكوير، يبقى الاريا اوف A B C D تبقى عبارة عن 54 بلس 60 تطلع 114 سنتيمتر سكوير. نمبر 8 in the opposite figure
XYZ is a triangle in which XE perpendicular to YZ, والE belong to ZY, والYZ ب5، والXZ ب3، والXY ب4. عايز الـ area of triangle XYZ وعايز الـ length of XA XE. طيب عشان اجيب area of triangle YXZ لازم يكون الـ triangle ده عندي بيز واي. طب انا معايا 3 sides، تعالوا نحاول نثبت ان الـ triangle ده اصلا right. اقول له كده ZY سكوير عبارة عن 5 سكوير ب25، بعد كده اكس زد سكوير بلس اكس واي سكوير ده عباره عن 3 سكوير بلس 4 سكوير يطلع برضو ب 25. سينس ان الزد واي سكوير ايكوال اكس زد سكوير بلس الاكس واي سكوير يبقى زين ميجر انجل x equal 90 degree. يبقى زين الـ area of triangle z x y half by 4 by 3 تطلع 6 سنتيمتر سكوير. دلوقتي انا معايا الـ area ومعايا الـ z y، اعرف اجيب الـ x e. يبقى زين الـ x e هو عبارة عن 2 multiply الـ area اللي احنا مطلعينها over البيز زد واي، يبقى 2 multiply 6 over زد واي اللي هو مدانا 5 يطلع 12 over 5 اللي هي 2.4 سنتيمتر. نمبر 9. In the opposite figure ABCD quadrilateral مدينا هنا الـ AB 40 BC 24 CD 18 AD 50 والـ CB 90. عايز الـ area بتاع quadrilateral ABCD. أول حاجة هعمل construction، هعمل join BD. بعد كده اشتغل على الترانجل DBC، هجيب الـ BD الأول، اشتغل على الترانجل الثاني، أثبت إن هو رايت، أجيب الـ area بتاع التو ترانجل وأعملهم بلس، يبقى كده أكني جبت الـ area بتاع الفيجر كلها. اقول له هنا construction draw البي دي. طبعا نكتب البروف مع بعض. انتراينجل دي سي بي سنس ان ميجر انجل سي 90 والدي سي 18 والبي سي 24 يبقى زين البي دي ايكوال روت 18 سكوير بلس 24 سكوير. تعالوا نحسبها مع بعض يطلع 30 سنتيمتر. بعد كده اقول له ان ترانجل اي دي بي عباره عن 50 سكوير، يبقى هنا 2500. واجيب كمان الـ AB سكوير بلس DB سكوير يبقى عبارة عن 40 سكوير بلس 30 سكوير. تعالوا نحسبها مع بعض تطلع 2500. اقول له سنس AD سكوير equal AB سكوير plus BD سكوير يبقى زين measure of angle ABD equal 90 degree. بعد كده area of triangle DCB equal half by 24 by 18 يطلع 216 سنتيمتر سكوير. area of triangle ABD equal half by 40 by 30
يطلع 600 سنتيمتر سكوير. بعد كده area of A B C D تبقى 216 plus 600 هتطلع 816 سنتيمتر سكوير. في النهاية شباب، أتمنى الناس كلها تكون استفادت النهاردة معانا. كان معكم مستر أحمد جمال فوزي مدرس الماس، مع تحيات الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.